السلام عليكم أعزائي المتابعين، نتمنى تكونوا كاملين بخير إن شاء الله. اليوم الفيديو ديالنا غادي نشوفوا فيه ما هو جديد الأزياء الخريفية إن شاء الله. أنتر بارونتيز بغيت نقول بالنسبة لي كليون راه كيوصلني بزاف لي ميساج، ولكن راه باقا ما كنجاوبش على لي ميساج، باقا ما بديتش ني لي كوموند ني لا ليفغازون ديال لي زارتيكل اللي ديجا كاينين. باقي واحد شوية، واحد سيمانة إن شاء الله ونبداو العمل بإذن الله. بالنسبة اليوم على الفيديو ديالنا ناخد واحد الفكرة على الأزياء أو على شنقولوا لي ترانش، يعني لي ترانش اللي خارجين دابا اللي غيكونوا في فصل الخريف. يعني لاحظت بأن لي موديل اللي خارجين تقريبا لي موديل سبور بانوا ليا لي موديل هاد العام شوية طوال على يعني اللي مولفين، يعني مولفين دي موديل فوق الركبة تحت الركبة، بانوا ليا هاد العام لي موديل شويش طوال سبور. قلال لي موديل اللي فيهم لي سانتور والحزام، يعني كاريمون كما غتشوفوا في الفيديو بزاف لي موديل هابطين هكاك بلا حزام بلا سانتور بلا والو، توب ليجي اي بيان سور ما فيهمش لي دوبلور. ان شاء الله كاين كلك موديل اللي غيكونوا في لي فوتو اللي غنجيبوهم باذن الله، وان شاء الله انتظروا معنا الجديد ونخليكم تكملوا لا فيديو.
نتمنى يكون عجبوكم هاد لي موديل. اذا حاولت بانني نعطيكم واحد نظره شامله على لي موديل اللي خارجين بالنسبه للخريف ان شاء الله. كما كتشوفوا موديلات متنوعه الوان مختلفه. وقبل ما نقول لكم بسلامه بغيت نخبركم بان الفيديو المقبل غادي تكون فيه واحد لا ليكيداسيون توتال على القطع المتبقيه القطع الصيفيه يعني لي زارتيكل ديال ليتي. ما تفلتوش هذه الفرصه وان شاء الله غيكون هاد السيمانه الفيديو ان شاء الله نبداو نسجلوا لي كوموند ونبداو التوصيل عما قريب. ما تنساوش لايك وابوني اللي ما ابونيش و الى فيديو المقبل ان شاء الله.